تتكرر الأحداث بذات اليد التي لاحقت أبو صالح العزيزي وأصابت إبراهيم وواجهها عبود رافضا الظلم. هي نفس اليد التي آذت وديع، تطال هذه المرة أهلنا ومنزلنا. إن مشاهد الاقتحام والضرب محزنة ومؤسفة لمن يدعي حمايتنا من الاحتلال ويقوم بإيذائنا. بيت الأسير مصعب الشتي وإخوانه الأسرة، لم يجرؤ اليهود على هذا الاقتحام أو طريقة هذا الاقتحام بكل هجمجية بكل تجاوز لكل الأعراف الذي يعرفها البشر.